قمة عربية ثلاثية تستضيفها القاهرة، تجمع الرئيس السيسي مع أشقائه العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني. قمة للتشاور وتنسيق المواقف بشأن قضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية في توقيت بلغ الأهمية تتعرض فيه المنطقة والعالم لتحديات كبرى سياسية واقتصادية وأمنية. يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.